وبركاته متابعي قناة English افري مرحبا بكم في فيديو جديد اللي هو مخصص للجيل المشترك علوم وأداب كتاب Outlook بما أن هذه Unit 4 Artistic Interest اللي كتطرع على الاهتمامات الفنية فضروري أن نهضروا على الأفلام المفضلة إذا في هذه الصفحة هذه الصفحة 50 فاختاروا لكم الفيلم الشهير ديال هاري بوتر، ومن منا لم يشاهد هذا الفيلم؟ يعني هذا من اشهر الافلام اللي كان في وقتها ومازال الناس كيشاهدوه كي لهذا الوقت، إذا هذا الفيلم هذا فيه سبعة الاجزاء، كنظن بأنكم عارفين هذه القضية فيه سبعة الاجزاء والجزء الأخير السابع فهو منقسم لجزء جوج ديال الأجزاء كذلك. اذا كنتمنى انكم تكونوا شاهدتوا هاد الفيلم هذا فهاد الدرس هذا غادي يكون على هاد الفيلم وغادي نجاوبو على اسئله من النص يعني عليه وغادي نعرفو معلومات اخرى كذلك وانا بغيت نسولكم هاد الجزء ديال هاري بوتر ذا بريزن اوف ازكابان اشمن جزء هذا الناس اللي مفرجين في الفيلم فغادي يجاوبو على هاد السؤال هذا فهذا الجزء الثالث هذا جزء الثالث من الثمانيه كما كنقولوا ولا السباعيه ديال الفيلم فشنو هما الاجزاء فانا انا عندي كتبه تقريبا كاملين كاملين يعني شريتهم بسبعه وها هما دول الاجزاء كنظن بان غيكون باينين في الفيديو فكاين الاجزاء هذا هو الجزء الثالث هذا هو الغلاف ديال الكتاب اللي اللي عندي مازال ما قريتهم الصراحه يلا شريتهم ف حتى هكا العطار ولا ونقراهم يعني بحكم العمل ديالي ما كنساليش بزاف اذا يعني هما الاجزاء السبعه اللي يعني كاينين كما قلت لكم جزء الاخر ففيه جوج ديال الاجزاء كذلك من قسم جوج الاجزاء ويعني كيكونوا ثمانيه ديال الاجزاء في المجموعه اذا يعني كتاب شيق يعني غيعجبكم صراحه انكم تقراوه انا عجبني شفت بعض الاجزاء السابقين فعجبني ومازال هذا الجزء هذا ما قريتوش ان شاء الله كما قلت لكم خليته في هكا عطله ان شاء الله ونقراها فانا كنصحكم انكم تقراو يعني تل تل اللغه تل لانجويج ما صعيباش بزاف يعني انكم تاخذوا ديكسيونير هكا وتغنيو الرصيد المعرفي ديالكم احسن يعني هذه قصه ممتعه للغايه وتقدروا تستافدوا منها بزاف اوكي okay. اذا ندوزو دابا للرويدين Now, one. Look at the pictures and try to identify the roles of people in the Harry Potter film series. يعني غنشوفوا هاد الصور وانتوما تقولوا لي ولا يعني شكون هما هاد الاشخاص وشنو هو الدور ديالهم في الفيلم فالبطل ديال الفيلم يعني شكون هو من بين هاد الناس شكون هو البطل البطل هو دانيال هذا هو اللي كيجسد الدور ديال هاري بوتر هاري بوتر وهادو هما الاصدقاء ديالو اللي كيتمشاو معاه فشكون كل عارف شنو هما الاسماء ديالهم كاين البنت اللي هي الممثله الشهيره ايما واتسون وكاين روبرت جرينت فايما في الفيلم سميتها هيرموني وروبرت جرينت اسمه في الفيلم روني وكان البطل كذلك توماس فيلتون اللي هو الشرير ولا يعني ما مع هاري بوتر ديما كيحاول انه هي نفسه ففي الفيلم كان الاسم ديالو مالفوي وكاين داك الحارس ديالهم روبي كولت كولتران هاغريد يعني داك الشخص الضخم الكبير اللي كاين في في الفيلم وكاين كريس كولومبوس اذا هذا النص هذا ما كيهضرش على شنو وقع في الفيلم ولا احداث ولا لا هو كيهضر على فاش يلا خرج هذا الفيلم هذا فكانوا لي فان ديال هذا الفيلم هذا كيتسناوه باش يمشيو يتفرجوا في السينما وشحال تباعوا ديال الكتابه وفي اش من دول وشحال من من دوله ترجمت هذا الكتاب اللغه ديالها فكيهضروا على ذاك النجاح الساحق اللي حققوا هذا الفيلم من بعد ما خداو الكتب ديال هاري بوتر وحولوهم لأفلام يعني في الاول كانوا كتب ما كانوش افلام من بعد حتى نجحوا الكتب فقرروا الناس ان المخرجين انهم يتبنوا هاد الكتب ويحولوهم على شكل افلام اوكي ناو ريد ذا اند كوريكت ذا فول Correct these false statements إذا هادو الجمل كلهم خاطئين فإحنا خصنا نصحوهم من النص إذا السؤال الأول هاريز فانز دونت نو بورنينز بوك يعني آه لي فان ديال هاد الفيلم هذا ما عارفينش الكتاب وهذه راه جملة خاطئة والجواب الصحيح هو هاري فانز من هنا دي كاملة هاري فانز وونت تو سي ذا فيلم ذات از اكزاكتلي لايك ذا بوك يعني هاد لي فان باغيين يشوفو الفيلم طبق الاصل على الكتاب يعني ما يغيروش فيه بزاف تيو رولين نيفر هيلبس وذ ذا فيلمز رولين هي الكاتبه هي اللي اللي كتبات الكتب ديال هاري بوتر سو so, يعني هي ما كتساعدش نهائيا في الفيلم فهذه كذلك جمله خاطئه والجواب الصحيح هو هذا رولين از ذير تو هيب ات ايفري ستيج، يعني هي كتعطيهم نصائح كيفاش انهم يطبقوا ديك المؤثرات الخاصة باش يعطيوا الفيلم كما كاين في الكتاب. 3، دايريكتور نيفر uses سبيشال ايفكتس، يعني المخرج ما كيستعملش المؤثرات البصرية، وهذه راه يعني حاجة باينة. المؤثرات البصرية هي كل شيء في هذا الفيلم ما يمكنش يكون يعني بلا بهم، ها هي. The special effects are ready. اذا هذو هما الاجوبه ندوزو دابا للتمرين الثاني اوكي okay. 3 ار answer these questions اذا جاوب على الاسئله عندنا اربعه ديال الاسئله هنا now one what are people waiting to see يعني شنو كي كيتسناو الناس يشوفوا فكيتسناو الفيلم انه يتطرح في السينما اذا انا غادي ناخذ ماركور مختلف وغادي نصير هكا في الكتاب ومن بعد غنرجعوا لتما باش ما نبقاش نمشيو ونرجع. باش ما ندوخكمش 2 هو از ذا رايتر اوف هاري بوتر بوك سيريز شكون هو الكاتب ديال سلسله هاري بوتر فهي جي كي رولين هي الكاتبه ديال هاد الروايه 3 why do why does the writer want the film to be exactly like the book علاش الكاتب يعني جي كي علاش باغي تكون الفيلم طبق الاصل للكتاب يعني هذه حاجه باينه حيت الكتب حقوا واحد النجاح واسع فما كاينلاش انهم يغيروا في الفيلم وستق يعني ما ينجح لهمش الفيلم وداكشي اللي وقع يعني طبقوا داكشي اللي كاين في الكتاب والفيلم لقى واحد النجاح كبير فور هو از ذا director اوف ذا فيلم هاري بوتر يعني شكون هو المخرج ديال هاري بوتر فالمخرج راه كاين في البراغراف الثالثه الفونسو كوارون اذا الاجابه على السؤال الاول اول سؤال قلنا هي ار waiting for the magic in the cinema this month هذا هو السؤال الاول السؤال الثاني شكون هي الكاتبه الكاتبه هي جي كي رولن هاي هي اوثر the british author جي كي رولين بالنسبه للثالثه uh, why does the writer want to film علاش باغي يكون uh, تبقى الاصل يعني بما انه نجح فما كاين لا شي تغيير ها هو Why change a book that works so well? علاش غادي نغيروا شي حاجه في الكتاب والكتاب اصلا محقق واحد النجاح كبير. 4 هو إذا the director? هو المخرج؟ اي فيلم ميكر الفونسو كوارون هذا هو المخرج ديال سلسله هاري بوتر. اذا هنا وصلنا نهاية ديال الفيديو نتمنى انكم تكونوا فهمتم مزيان و تشجعوا انكم تقراوا القصص هكا يعني ديال الافلام الشهيره ولا شي حاجه لكي تستفدوا و من المستوى المعرفي لكم في المادة الإنجليزية وشكراً على المشاهدة